في الحقيقة رأفت الهجان يعني في يعني أنا كنت في الأول رافضة الدور لأنه كان الدور صغير جدا وما كانش ينفع أعمله وأنا عاملة الشهد والدموع ومكسر العالم كله، إزاي أعمل دور صغير؟ وجاني هنا الأستاذ صالح مرسي رحمة الله عليه قال لي ده دور هيسيب علامة، قلت له لأ ورفضت بشدة، وقلت له لأ أنا ما أطلعش كومبارس بعد ما أنا عاملة بطولات أجي أعمل هنا دور صغير؟ لأ ما ينفعش. وطبعا كان الاستاذ يحيى العالمي وكان ساعتها الوزير صفوت الشريف، لقيته بيكلمني بيقول لي مفيش دور كبير ودور صغير، في فنان كبير وفنان صغير، والدور الصغير الفنان الكبير يعمل منه دور عظيم. ولقيته في الحقيقه يعني الكلمتين دول انا اتاثرت بيهم جدا، ولقيت الاستاذ يحيى العالمي بيكلمني قال لي هتعملي الدور؟ قلت له ان شاء الله هعمله، وفعلا كنت هندم قوي لو ما عملتوش. الغريب في المسألة لما رشحت لهذا العمل ورحت عشان أمضي المسلسل وأقعد مع المخرج رحمة الله عليه يحيى العالمي ويشرح لي الشخصية، عرفت إن أنا بظهر في آخر ثلاث حلقات من الجزء الأولاني، فاعتذرت بشياكة شديدة وقلت له مرسي هنلتقي في حاجات تانية، يديك طول عمره الصحة. فقال لي ايه اعتذار ايه؟ امضي هتشتغل انا عايزك. الراجل مفيش حد ما بيحبوش، مفيش حد ما يتمناش انه يشتغل معاه، مخرج ناجح بكل معنى الكلمة، ولكن الشخصية مش مغرية. ايه ثلاث حلقات في نهاية المسلسل؟ قال لي ما هو ده مش المسلسل، الحدوتة انا طالب منك انك تنزل تشتري النوفل، الكتيبات موجودة في مكتبة مدبولي، اقرأ الجزء الثاني كاملا انت البطل. قلت له انزل اجيب واقرا وبعدين حاجه امضي. قال لي طب انا بقول لك عشان خاطري امضي. فبسيف الحياء مضيت. الصاغ محمد رفيق، انا كان ليا الشرف ان انا قابلته في نادي هليوبوليس، وكان عكس ما انا كنت عملته خالص خالص خالص. راجل طيب جدا جدا ما فيهوش، انما احنا ليه عملنا بقى الجزء ده؟ لان بتضيها تعرف الاشياء، يعني انا عارف الابيض منين، من عارف الابيض من الاسود وعارف الاسود من الابيض، فكان لابد ان يبقى فيه مفصله علشان نحرك المشاعر ناحيه رأفت، فكان لابد ان انا اطلع بالشكل اللي انا طلعت بيه.